عايز حضرتك تقولي لي على مشكلة واحدة رئيسية هنا في محافظة اسكندرية. بص، هي محافظة اسكندرية ده جزء من الكل. احنا عندنا مشاكل في المستشفيات، روح شوف مستشفى الميري، شوف كل المستشفيات الحكومية. المستشفيات الخاصة بقت مستشفيات لمن لا يملك، اللي ما يملكش يترمى في الشارع بره، وبقت بيزنس وفندقة، بقت بيزنس وفندقة مش للعلاج. النقطة الثانية، قضايا الزبالة ليس لها حل، لازم يبقى في نظام وسيستم مختلف عن الشركات اللي تيجي تلم الزباله بنار طويله. لو رجع الكناس بتاع زمان هنشغل شباب عطلان وهنشغل قوه عطله همدانه في بيوتها، وبالتالي الشوارع هتنضف وتبقى موجوده. النقطه الثالثه، عدم ترشيد الكهرباء. يقطع عني الكهرباء وانا محل تجاري بالاربع وبالخمس ساعات وبالنار يبقى والع؟ طب داير جنين على عمود تبقى منوره بالنهار. القضيه الرابعه، قضيه الاستيلاء على الاراضي اللي موجود، اراضي الدوله زي اللي موجود في بحيره مريوط وزي اللي موجود في الارض الصحراويه. فين القوه الضاربه؟ فين القانون اللي بيساوي بين الوزير وبين الغفير؟ انا ما شفتش حد اتحاسب خالص على اي فساد سياسي. مبارك بقدر قدرته دي وبقوته بيتحكم على فيلا في شرم الشيخ هنا او هناك، ما تحاسبش على اللي طرب وعلى اللي راح، ما تحاسبش على اللي اتقتل ولا علمات، ما تحاسبش على جرائم سياسيه وعلى تجريف ارض سياسيه، ما تحاسبش على ناس ماتت وهي بتعمل في العمل السياسي من غير ما تحقق اهداف. عندنا جرائم لابد ان يطبق القانون، ولابد ان يكون هناك قضاء خاص لهذه المشاكل ولهذه القضايا. مفيش حاجه اسمها استنى انا في قضيه 3 4 5 سنين لحد ما يحكم في الاخر يطلعني، ده عشان مده الحبس الاحتياطي انتهت بعد سنتين ويطلعوا يبرطعوا زي اللي طالع لي احمد عز بعد ما بهدل لحديد الدخيل وخد منها اموال طائله وهو واخدها من غير ما يدفع فيها حاجه، وفي الاخر يطلع يقول لي همارس عمل سياسي. احنا عندنا فساد مش للركب، ده غطى الروس. المفروض ان يبقى فيه محاكم خاصه لعلاج هذا الفساد. وزي ما انا قاري النهارده في الجورنال ان لواء قاعد مع رئيس الجمهوريه بيتكلم عن فساد وهتتفتح ملفات وفي ناس هتاخد من الاخوان. احنا مش بنصفي حسابات مع افراد، احنا الوطن ده له حساب عند عددين افسدوا وباعوا واهدروا. لازم الوطن ده تسترد حقوقه من كل الناس، يبقى ده غفير يبقى وزير يبقى مؤيد السيسي يبقى ضد السيسي. انا مش قضيتي رئيس جمهوريه، انا قضيتي الشعب. ما يجيش كل الناس اللي راحوا ارتزقوا في 30 يونيو وقالوا ان احنا مع السيسي عشان يغسلوا قاذوراتهم اللي كانت موجوده من 40 سنه، وهم كانوا خدامين للنظام السابق ومدافعين عنه، وللاسف ما زالوا موجودين في الاعلام وموجودين في الصحافه وموجودين في الشارع ونازلين الانتخابات وبيدعموا. الانتخابات اللي جايه بالقانون الجديد انتخابات لراسماليه قذره متطفله، مش لناس لها علاقه بالجماهير ولا بالشعب ولا بقضايا الشعب ولا بالثورات ولا بالانتفاضات. القضيه الرابعه، الافراج عن كل شبابنا المعتقل داخل السجون، اللي بيعتقل على قانون تظاهر ياخد فيه 15 سنه، واللي بيعتقل عشان حرق شارع وقصر الاسم وبليس بياخد فيه سنه اني عدل في القانون. التطهير فين في القواعد العليا في المراكز العليا في القضاء وفي الجامعه وفي الطب وفي الصيدله وفي الهندسه وفي الجوامع وفي فين التطهير من الاخوان ومن الفاشيه اللي موجوده؟ لسه امبارح بيفصلوا لي 2 اساتذه، ما كانوا عشرات من الاساتذه بيخشوا بالديناميت بالعربيات، ما توقفوش ليه وتاخدوا ليه؟ احنا عندنا تراخي وعندنا الاهتمام بالبروباجندا العامه وليس بالقضايا الفرعيه. 64 مليار اللي راحوا قناه السويس يطلع لي منهم 4 مليار ويشغل لي 10 12 شركه من اللي احنا خدناهم بحكم القانون، ودخل لي في كل شركه 15 12 الف طالب من اللي قاعدين على القهوه اللي بيضربوا بانجو. احل قضايا الناس الحقيقيه. الشقه اللي بيعملوها للشباب ب 400 الف جنيه ما تعديش 100 الف جنيه. انا بعمل اسكان شعبي ولا بعمل اسكان فاخر؟ انا بشغل شركات استثماريه ولا بحل قضايا الشباب اللي بيتجوز عرفي في الشوارع؟ انا بيكون رجال عندهم 30 و40 سنه ما اتجوزوش بيطلبوا جواز عرفي، عقد جواز عرفي عشان يبقى خارج كل الالتزامات، وفي الاخر المراه تدفع هذا الثمن. احنا عندنا قضيه متشعبه ومحتاج رؤيه سياسيه ومحتاج اراده سياسيه، مش محتاجين منظره. اللي اخطر واخطر واخطر حدودنا الخارجيه اللي منهوبه واللي مفتوحه على البحر، محتاجه ايد من حديد ومحتاجين ناس اسود حقيقيين. محتاجين نراعي ولاد سينا، محتاجين نراعي حلايب وشلاتين اللي موجوده حدودنا اللي تحت، محتاجين ندعم حدودنا عند ليبيا، محتاجين ندعم حدودنا عند السعوديه. الدواعش الداخليين ليس لهم علاقه بالسياسه، مش حاجه اسمه حزب النور شريك اساسي في الثوره، حزب النور دخل ثوره 30 يونيو نوع من المناوره وبيعمل نفسه بديل بدل الاخوان، لكن هو فاعل اساسي في الحياه السياسيه. ايام اخينا اللي في السجن الموجود دلوقتي مسؤول مكتب الاخوان داخل الرئاسه محمد مرسي،
احنا لابد ان نكون الصوره واضحه ورؤيه واضحه وما نخافش وما نحسسش وما نلمسش. لازم نضرب على مواجع الالم. اللي ما عملناش كده يبقى لا في ثوره ولا في شباب ولا في برلمان ولا في مصر، لان احنا داخلين في مرحله اخطر مما يجب. الخطر الخارجي اكبر والقواعد الداخليه اللي جوه مصر اقل من انها تحمي مصر من القواعد من الحدود الخارجيه بما فيها قياداتنا كلها كمان. أشكرك. أنا اللي بشكر حضرتك، ميرسي جدا، ألف شكر، شكرا جزيلا.